أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي الحالات التي يكون الطلاق فيها طلاقا بائنا لا رجعة بعده؟ ما هي إيش؟ يقول أحسن الله إليكم: ما هي الحالات التي يكون الطلاق فيها طلاقا بائنا لا رجعة بعده؟ البينونة على قسمين: بينونة صغرى له يعقد عليها عقد جديد، وبينونة كبرى لا بد أن تتزوج زوجا آخر ويطأها الزوج الآخر، ولا يكون هذا حيلة أو تحليل. نعم.